جيوكس Waterproof. اعزائي متابعي طقس العرب في كل مكان تحيه طيبه لكم في البدايه رحمه الله على شهداء الوطن في هذا اليوم في محافظه الكرك نستعرض معكم الان الحالة الجوية المختصة في خلال اليومين القادمين، هنالك حالة من عدم الاستقرار الجوي متوقع نشوءها مع ساعات مساء الاثنين وليلة الاثنين على الثلاثاء، تجلب الامطار وبعض الثلوج الى مرتفعات المملكة بما شئت الله، سادت نهار اليوم الاحد اجواء باردة غائمة ماطرة مع ساعات الصباح، كانت الامطار غزيرة على فترات في حين استقرت الاجواء مع ساعات بعد الظهر والمساء، نستعرض معكم هذه الخريطة التوضيحية التي تبين كيفية نشوء هذه الاحوال الجويه غير المستقره غدا هنالك اندفاع لكتله هوائيه شديده البروده قطبيه المنشا في طبقات الجو السطحيه في عدد من المناطق في المنطقه في سوريا في العراق في تركيا يترافق هذا الاندفاع مع مع اقتراب كتله هوائيه رطبه من البحر الابيض المتوسط هذا التلاقي فوق المنطقه سيساعد على نشوء احوال جويه غير مستقره وذلك بدءا من ساعات بعد الظهر وعصر الاثنين تمتد لفترة وجيزة ومحدودة نسبيا من غاية ساعات المساء الي يوم الاثنين وحتى ساعات منتصف ليلة الاثنين على الثلاثاء من خلال الصورة التالية نستعرض معكم الاماكن التي مرجح ان تشهد تساقطا للامطار والثلوج، هنالك اجواء مستقره مشمسه غالبا في ساعات الصباح والظهيره يتخللها ظهور السحب على ارتفاعات مختلفه، ابتداء من ساعات بعد الظهر والمساء هنالك بدء نشوء هذه الاحوال الجويه غير مستقره والتي سينتج عنها هطول للامطار في مناطق عديده من المملكه شمالها وسطها جنوبها اضافه الى المنطقه الشرقيه، تدريجيا خلال ساعات المساء والليل الاولى هنالك تساقط للثلوج بمشيئه الله فوق المناطق التي تزيد ارتفاعها عن 1000 متر تشمل المرتفعات الجبليه الشماليه منطقه راس منيف عبين عبلين صخره في محافظه جرش، هنالك المرتفعات الوسطى تشمل المناطق المرتفعه من العاصمه عمان لا سيما في اجزائها الغربيه والشماليه كذلك الحال الجنوبيه، هنالك كذلك الحال مرتفعات الكرك والمزار الجنوبي في الجنوب اضافه الى مرتفعات الطفيله وجبال الشرة على غير العاده هذه الحاله من المتوقع ان ان تؤدي الى تساقط للثلوج فوق المنطقه الشرقيه من المملكه. الباديه الشرقيه المنطقه الحدوديه ما بين الاردن والمملكه العربيه السعوديه. من خلال هذه الصور نستعرض معكم حاله الجو المتوقعه خلال الفتره القادمه، هذه الليله اجواء بارده بشكل كبير مستقره، هنالك نشوء للضباب وتدني كبير وواضح على مدى الرؤيه الافقيه في العديد من المناطق خاصه السهوله الشرقيه ومنطقه طريق مطار الملكه علياء الدولي، مع ساعات نهار الغد هنالك اجواء غائمه جزئيا الى غائمه مشمسه ومستقره مع ساعات الظهيره كذلك الحال درجه حرارة دون معدلاتها بشكل عام اجواء بارده مستقره مع ساعات الصباح والظهيره يدخل لها ظهور الشمس لفتره لا باس بها مع ساعات بعد الظهر هنالك بدايه لحاله عدم الاستقرار الجوي تكاثر للسحب على ارتفاعات مختلفه بدء هطول زخات من الامطار وزخات من البرد فوق المنطقه الشماليه والوسطى اضافه الى محافظه الكرك مع ساعات المساء تتحول هذه الامطار بمشيئه الله الى ثلوج فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر لكن كما كما ذكرت سابقا هذه الثلوج ستهطل على فترات بسيطه لفتره تمتد ما بين ساعات المساء الاولى وحتى ساعات منتصف الليل، اذا الحديث هنا عن ست ساعات هي ليست بعاصفه ثلجيه وانما الامطار التي ستنتج عن هذه حاله عدم استقرار الجوي بتوافر البروده الكافيه في طبقات الجو السطحيه وكذلك الحال المتوسطه والعاليه من الغلاف الجوي ستؤدي الى هطول هذه الامطار على هيئه ثلوج. مع ساعات فجر الثلاثاء هنالك نهاية سريعة للحالة الجوية هنالك انقشاع للسحب هنالك تشكل للضباب تشكل للانجماد فوق العديد من المناطق تشمل الطرق الرئيسية والفرعية ربما كذلك الحال داخل العاصمة عمان هنا لدينا تحذير معين وهو خطر الانزلاق على الطرقات بفعل تشكل الجليد إضافة إلى وجود بقايا الثلوج على الطرقات في داخل العاصمة عمان إضافة إلى الطرق الخارجية بما فيها الطريق الصحراوي المؤدي إلى العراق كملخص سريع نهار الاثنين أجواء مستقرة طقس مستقر خلال ساعات النهار مشمس في بعض الأحيان يتخلل ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة تكاثر للسحب تدريجيا مع ساعات ما بعد الظهر والعصر هنالك خلال ساعات المساء يتوقع بدء تاثر المملكه بهذه الاحوال الجويه غير المستقره حيث تتحول الاجواء الى شدة البروده وغائمه في عموم المناطق يتوقع تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية تزيد عن ألف متر تشمل بذلك مناطق عدة داخل العاصمة عمان في حين تشهد المناطق الأقل ارتفاعا من ألف متر تساقطا لأمطار مخلوطة بالثلوج في مناطق ترتفع 750-800 متر على سبيل المثال ودون ذلك ستقتصر الهطولات على شكل زخات أمطار إضافة إلى البرد بمشيئة الله مدة التساقط الثلجي كما ذكرنا هي عبارة عن فترة قصيرة تتراوح ما بين ساعات المساء الأولى والليل الأولى لليلة الاثنين على الثلاثاء وحتى ساعات منتصف الليل بعد ذلك يتوقع أن تنحسر الفعالية الجوية وكما ركزنا كذلك الحال يتوقع أن تتركز هذه الهطولات الثلجيه في الباديه الشرقيه على غير المعتاد وهطول ثلجي متوقع على المناطق الحدوديه مع المملكه العربيه السعوديه كل ذلك حتى اللحظه المزيد من التحديثات تابعونا خلال ال 24 ساعه القادمه لمزيد من التفاصيل حول هذه الحاله دمتم برعايه الله